جمعية شلف استقبلت في هذه المباراة أمل بوسعادة وهي تحت الضغط ومطالبة بالنتيجة بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام رائد القبة وبعد تصدر نجم مقرى كرسي الريادة. البداية كانت دون مقدمات عند الدقيقة الثالثة، جاهل يقدم كرة على طبق لقيبوع الذي لم يحسن التعامل معها أمام الحارس علوشيش. ضغط الشلفاوة تواصل على الدقيقة العاشرة، كرة ثابتة لمليكة إلى بن عثمان، الكرة تعود إلى بن عمران في تسديدة جانبة الإطار. وعكس مجريات اللعب عراب يعود بالكرة إلى الحارس حنون الذي يرتكب خطأ فادحا أمام قلب الهجوم بعلي الذي سجل بدوره الهدف الأول لأمل بوسعادة في الدقيقة 29. ردة فعل الشلفاوة كانت سريعة، جاهل يلعب الكرة إلى مليكة، تسديدة قوية والمطالبة بلمسة يد داخل منطقة العمليات. أمل بوسعادة حاول أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 45، ركنية درفلو تجد بعلي لكن الكرة فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بركنية في كرة طويلة من جاهل نحو الهجوم. الحارس علوشيش يفلت الكرة من بين يديه، بن قبلية يضعها في المرمى والحكم بوخلفة يرفض الهدف، مما جعل اللاعبون والمدرب سمير زاوي يحتجون عن هذا القرار. في الشوط الثاني دخلت جمعية شلف بقوة، نصف مقصية بن قبلية علت المرمى. الدقيقة 47، بن عمران يمرر الكرة باتجاه بن حوا الذي ارتكب عليه الخطأ، الحكم بوخلفة يعلن عن ضربة جزاء، تولى تنفيذها بن حملة معلنا عن تعديل النتيجة. 3 دقائق بعد ذلك الحارس حنون كاد أن يرتكب نفس الخطأ وأمام نفس اللاعب قلب الهجوم بعلي. نسق المباراة ارتفع جاهل إلى بن قبلية وكرته في الشباك الصغيرة، هجوم معاكس لأمل بوسعادة عن طريق الظهير الأيمن موسي، الكرة إلى طويل والحارس سحنون يتصدى لتسديدة. الأخطاء الدفاعية لشلف تواصلت وسوء تفاهم في محوري الدفاع، بعلي يستغل الوضع يمرر إلى طويل الذي يسجل الهدف الثاني لصالح أمل بوسعادة. أشلف حاولت العودة في كرات عديدة كان وراءها بن عمران وقيبوع، لكن الكرات الثابتة هي التي أنقذت الوضع للشلفاوة. ركنية جاهل في الدقيقة 62 تجد الضرع الذي أسكنها الشباك معلنا عن تعديل النتيجة. جمعية شلف رمت بكل ثقلها إلى الهجوم وطالبت مرة أخرى بضربة جزاء، لينتهي اللقاء على وضع هجومات الشلف والهجومات المعاكسة للأمل إلى أن انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما. إذن جمعية شلف